بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وجزاكم الله عن المسلمين خيرا. فضيلة الشيخ، كثر السؤال عن تكرار العمرة في السفر الواحد، وهل في هذا سنة متبعة؟ وكذلك كثر السؤال عن التنعيم، وهل هو ميقات لكل من أراد أن يكرر العمرة؟ وكذلك عن أداء العمرة على من له قريب متوفى، وجزاكم الله خيرا. نعم، تكرار العمرة جائز، تكرار العمرة جائز لا بأس به، وقد كررتها عائشة رضي الله عنها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها أحرمت متمتعة بالعمرة إلى الحج، ولكن نزل عليها الحيض، نزل عليها الحيض قبل أن تؤدي العمرة، امتنعت من أداء العمرة التي أحرمت بها لأنه نزل عليها الحيض، وانتظرت إلى أن جاء الحج في يوم التروية ولم تتمكن من أداء العمرة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج وتدخله على العمرة فتتحول إلى قارنة، إلى قارنة بين الحج والعمرة، فطافت طوافا واحدا للحج والعمرة وسعت سعيا واحدا للحج والعمرة، وأتت بالعمرة مع الحج، هذه العمرة. لكنها رضي الله عنها لم تقنع، أرادت أن تأتي بعمرة مستقلة، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم وألحت على النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لها أن طوافها بالبيت وسعيها بين الحج والعمرة كافيان، سعيها بين الصفا والمروة، طوافها وسعيها كافيان لعمرتها وحجها، ولكنها لم تقنع وأرادت أن تأتي بعمرة مستقلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى إلحاحها ورغبتها بأداء عمرة مستقلة أمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يذهب بها إلى التنعيم، لأنه أدنى الحل، أقرب الحل، وأن تحرم من التنعيم بعمرة بعد الحج، فأحرمت بعمرة بعد الحج وأتت بها. إذن هي أتت بعمرتين، عمرة مع الحج وعمرة بعد الحج مستقلة، فدل على جواز تكرار العمرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: تابعوا بين الحج والعمرة، دل على تكرار العمرة، وقال صلى الله عليه وسلم: الحج إلى الحج والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فتكرار العمرة لا بأس به، إلا أن أهل العلم يرون أنه لا بد أن يكون بين العمرتين فارق زمني، ما يكرر العمرة في وقت متقارب، بل يكون بينهما فارق زمني ولو يسير، هذا هو الأحسن، وإلا فالجواز هذا جائز. وتعتمر عن نفسك وتعتمر عن غيرك لا بأس بذلك، تعتمر عن الميت لأن هذا زيادة خير
له، تعتمر عن العاجز الذي لا يستطيع أن يحضر، لا يستطيع الحج ولا يستطيع العمرة وعجزه مستمر كالكبير الهرم والمريض المزمن، لا بأس أن تعتمر وأن تحج عنه. أما الإنسان الصحيح القوي الذي يقدر على أن يحج بنفسه ويقدر على أن يعتمر بنفسه فهذا لا تحج عنه ولا تعتمر عنه، بل هو يحج عن نفسه ويعتمر عن نفسه. وأما التنعيم فلا يتعين أن الإنسان يحرم من التنعيم، يحرم من الحل، من أي جهة من الحل، يحرم من عرفة، يحرم من الجعرانة، يحرم من التنعيم، المهم أنه يخرج خارج الحرم ويحرم بالعمرة من أي جهة من الجهاد. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم خصص التنعيم لأنه أقرب حدود الحرم، وهو صلى الله عليه وسلم يطلب التيسير دائما، فأعمر عائشة من التنعيم لأن هذا أيسر وأقرب. ولو أن الإنسان ذهب إلى مكان آخر من الحل وأحرم منه فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من الجعرانة لما قدم من حنين، قدم إلى مكة من حنين أحرم من الجعرانة لأنها كانت على طريقه لدخوله إلى مكة.